ده سؤالي بقى كابتن عمر النهارده الى جانب انه كابتن طارق العاشي غير طريقه اللعب، الى جانب ان كان في حذر زياده من الزمالك، لكن هو الطبيعي وانت بتلعب الزمالك وبالذات في استاد القاهره انك بتبقى عارف ان الافضليه اكيد رايحه ناحيه الزمالك، ده طبيعي. لكن هل ده معناه ان انا اظهر بشكل مختلف تماما عن اللقاءات اللي فاتت؟ يعني هل هي حاله اللعيبه كمان؟ مش عايز الوم انه كابتن طارق بس هل حاله اللعيبه؟ هل النهارده الثلاثه بالذات اللي بيعملوا الفرق اللي طارق العشري مابولولو وميسي وبواتينج، الثلاثه ما كانوش في الخدمه النهارده، هل كل العوامل دي تقلق الاتحادويه انه اللي جاي انت لسه في معمعه المشاركه الافريقيه بيراميدز وامبي والمصري وزاد وسيراميكا وبعدين الاهلي جاي والزمالك جاي، يعني ما هياش سهل خالص انك تفضل محتفظ بمكان في مربع الدهب. هاخد من الاخر على فكره، افضل فريق ممكن يخش الكونفدراليه هو نادي الاتحاد. يعني عندنا ام بيخلص خلاص 17 ب 28 نقطه، الاتحاد عنده مباراه لسه اقل من ام بي، لو فاز هيبقى 30. النادي المصري عنده مباراه لو فاز هيبقى 30. لكن الافضليه لنادي الاتحاد حته الاهداف، يعني انا بتكلم على الكونفدراليه يعني، وبالتالي عنده الفرصه لا زالت قائمه تفكير في والمباراه المؤجله على فكره لنادي الاتحاد مع النادي الاهلي هتتلعب شهر عشان لما حضرتك شرحت شهر يعني. خمسة شهر خمسة، فهيلاعب سيراميكا فعنده فرصه هنقول في توازن في بين الفرقتين 50 50 مثلا ممكن وبالتالي هو عنده فرصه كويسه. أوكي. الحاجه الثانيه انا اعتقد هي دي اقل مباراه قدمها نادي الاتحاد هذا الموسم. صح. مستوى معظم او كل اللاعبين الحقيقه ما كانوش في مستوى ولا واحد طبيعي، لفت الانظار وده وارد بيحصل يعني، ما اقدرش اقول طارق العشر هو السبب، لا، حاله اللعيبه جزء كبير لان الزمالك كان فاروق، اللعيبه هي اللي بتنفذ. قد يجوز ما تنفذش تعليمات المدير الفني، ده وارد، لعيبه مش في حالتها، ده وارد. لكن يمكن عايز اتكلم بس على الثلاث اهداف، انا يعني مش هلوم مدافع بعينه، لكن اتكلم على مركز مهم جدا اتغير فيه هو محور تغيير طارق العشر لطريقه اللعب، انه رجع بدا يلعب بثلاثه في قلب الدفاع. مصطفى ابراهيم رجع ثالث قبل ما ينقله بعد ما خرج شريف يعني. أوه. والمشكله كانت في الثلاثه. يعني لو عدنا الثلاث اهداف هنلاقيهم ادي واحد خطا اولاني، مفيش عمق دفاعي، محدش غطى الخطا خالص. الهدف الثاني اتعمل تشيب من فوق التلاتة اللي واقفين فلات على خط واحد، يبقى لازمتها ايه العب بتلاتة تلاتة، يبقى على طول احط في ظهرهم ليبرو واحد يعمل لي عمق واحد ليبرو. وده مش عيب في مدربين على فكره صح تقول لك ده عيب يعني. ايوه لا خالص، في مدربين كبار في كل حته بيعملوا ده. انا ممكن اعمل ده، فرقتي خلاص اتعودت بتلعب اربعه، بص التلاته فعلا بيلعبوا على خط واحد، بص على خط واحد مفيش عمق، واتشالت من فيهم التلاته، لا في رقابه ولا في ضغط ولا في عمق، صح، وبالتالي سهل جدا. فالتلات اهداف كانوا، والهدف الثالث نفس الامر بالنسبه للهدف الاول برضه. خطا برضه بالظبط كده، وبالتالي ما اقدرش يعني ما اقدرش الوم دول، بس انا بلوم بس. طريقه انا بلوم طريقه، وفي نفس الوقت هم يعني الثلاثه اللي بيلعبوا او كان بيلعب فيهم اتنين بس هم نجوم المباريات السابقه، وبالتالي دي مباراه انا من وجهه نظري للنسيان. وفي جزء مهم جدا هو جزء نفسي بقى عند لعيبه الزمالك وعند لعيبه الاتحاد. عند لعيبه الزمالك، الزمالك لو خسر النهارده هيبقى في خطوره كبيره عليه في شكل الجدول، في معنويا كمان قدام الاهلي الفدراليه، وعنده الاهلي كمان يومين ثلاثه والاهلي كسبان وهكذا يعني. الجزء الثاني نفسي عند نادي الاتحاد السكندري، هو عارف خطوره وقيمه خساره الزمالك النهارده، وبالتالي تحفظ بشكل كبير دفاعيا. من المفترض انا دفاعيا بحط الشغل بتاعي، لكن لما اقطع الكوره وانتقل للجزء الهجومي هعمل ايه؟ دي ما كانتش واضحه قوي النهارده، بدليل خطوره نادي الاتحاد السكندري فقط في بعض ضربات الراس، هي دي اكتر فرصه بالنسبه لي، فرصه وبعد غريبه كده جدا الكرة. يعني حتى يمكن خطا كمان اعتقد المسلوسي ده فتوح اللي انما قصدي انه لوحده سهله، وعواد نزل على الارض يعني كل حاجه خلاص، الفرقه كلها خلاص، الفرقه كلها مش في يومها.